أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. البداية ستكون بالعناوين. طلبة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء يوجهون رسالة قوية لوزير الصحة. 11 من شهر شتنبر التاريخ الذي غير العالم. فريق الجيش الملكي يعود إلى الاستقبال بالرباط. ننتقل الآن إلى التفاصيل. البداية ستكون مشاهدين من مدينة الدار البيضاء، حيث قام العشرات من طلبة كلية الطب والصيدلة الحسن الثاني صباح اليوم الجمعة بخطوة أخرى كشكل من أشكال الاحتجاج والانتفاضة في وجه وزير الصحة الحسين الوردي، بعد أن رفضت الوزارة المكلفة الدخول معهم في حوار جاد بخصوص الخدمة الإجبارية وهزالة المنحة الشهرية التي تمنح لطالبي الطب كل شهر والتي لا تتعدى 110 دراهم. لنشاهد كيف احتج هؤلاء الطلبة. وانا هجاله معطوبه ماشي ما عمرنا ما عطاونا شي حاجه. يا الله شكون اللي شري من عندنا كلينكس؟ حنا 110 دراهم ما كتكفاناش في الشهر. هاي ولاد ديال ولاد ديال الموظفين ولاد ديال الاساتذه ولاد ديال العاملين كارين هنايا وما عندناش الفلوس باش غادي نخلطوا داك الشيء كامل. غير ترونسبور كياخذ 150 درهم في الشهر، 110 دراهم ما كتكفاناش حتى بالخضر. شكون اللي شري التعاون معنا؟ وفي خبر آخر، تحل اليوم الذكرى 14 للهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اصطدمت طائرتين بمركز التجارة الدولية بمنهاتن ووزارة الدفاع البنتاغون. لنستمع في هذا الصدد لتصريح مجموعة من المواطنين حول 11 من شهر شتنبر. المسألة التي تشجبها الشعور الإنساني عموما بغض النظر عن الدين، وفي نفس الوقت كنبغي نقول بان ما يمكنش دائما اي حدث يطرى في العالم يكونوا المسلمين هما اول متهمين فيه. لا بد من التحقق ولا بد من البحث، وكما كيقول واحد القاعده قانونيه كتقول المتهم بريء حتى تبود ادانته. فعلاش المسلمين دائما كيكونوا متهمين في اي حدث كيكون غريب وكيكون المتهم ديالو ما باينش؟ هذا هو السؤال اللي كنبغي نوجهو للناس. كنبغي باش ان الضمير العالمي عموما يكون عادل في جميع القضايا بغض النظر على الفاعل، يعني والفاعل مدان ايا كانت ديانته ايا كانت ملته وايا كانت هويته يعني عموما. يعني حادثه ديال 11 شتنبر هي الحادثه ديال الانفجارات ديال الطائرات، صدام طائرات بعد توين في امريكا، وخلف مجموعه من الحوادث لا غير ذلك. الهجمات ديال نيويورك واشنطن، واش غنقول لك مع الخدمه ومع اش نقول لك الوليدات ما باش غير يفكرك في الخدمه ما يفكرك في والو. كذب عليك
ما عنديش فكره بالضبط الهجوم الارهابي اللي قام به بلادنا. وفي الخبر الرياضي، يعود فريق الجيش الملكي خلال مواجهته المقبلة لأولمبيك أسفي إلى مدينة الرباط بعد أن منحته وزارة الداخلية رخصة استثنائية صباح اليوم الجمعة. سيخوض بموجبها المباراة بملعب الفتح بعد أن كانت قد منعته في وقت سابق. وكان جمهور الفريق العسكري يستعد إلى التنقل إلى ملعب 18 من نوفمبر بالخميسات، إلا أن قرار وزارة الداخلية سيمكن هذه الجماهير من مشاهدة فريقها بالعاصمة الرباط بعد أن حرمت من ذلك خلال المباريات الأخيرة من البطولة الموسم الماضي. كان هذا آخر خبر معنا في الحصاد، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله. Wow.